اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ تسلم، مشرف ومنور. ربنا يبارك يا كابتن. اسوان اخبارها ايه؟ الف الف مبروك. اسوان كنت قلقان قبل الماتش يا كابتن ولا لا؟ بصراحه قلقان، القلق اللي هو بيدي لك ثقه يا اسلام. يعني عايز اقول وانا كنت بطمن جماهير النادي الاهلي، وممكن وانا كنت موجود معاك، ما تقلقوش يا جماعه، ان كنتوا اولا اللعبة دي لعبة رجالة، صحيح، ولعبة النادي الاهلي بيحسوا بالجماهير بشكل كبير جدا، في تواصل بين الاثنين فعلا. نعم. بصراحة يعني، والتواصل ده بيبدأ جماهير النادي الاهلي اول ما بيحس ان في اخفاق غصب عن اللعيبة، واحنا عارفين اسبابه ايه، حتى لو برضو بعض اللاعبين عندهم مشكلة فبتعدي يعني، حتى لو يوم مش موفق يعني. وسبحان الله، وقلنا يمكن اسلام اكتر من مرة حتى في اجيالنا دلوقتي يا كابتن، هو قلنا ايه دلوقتي في ريال مدريد بالظبط؟ قلت لي ايه ده؟ انا لسه داخل 2-1، كانت 2-1 انا وكابتن ماهر بنتكلم على مباراه ليفربول وريال مدريد، وكابتن ماهر داخل عليا واحنا شغالين الماتش بنتفرج على الاهداف، 2-1 لريال مدريد بالظبط، 2-1 انا اسف لليفربول، ليفربول دخل بقت 2-2 ازاي؟ احكي يا كابتن ازاي؟ يعني لسه انا بسلم عليك يا اسلام، وبعدين شفت كرة بترجع للجول، اليسون بيكر المهاجم جاي ساب الماتش كله وساب الملعب كله وخبطها في رجل فينيسيوس دخلت في جول، وده حارس كبير وحارس دولي وحاجه، لكن هي كره القدم كده يا اسلام بصراحه. صحيح. يعني في يوم بيبقى مش يومك، لكن احنا باحساسنا يا اسلام وخبراتنا تملي بنطمن الناس وبنطمن جماهير النادي الاهلي المحترمه اللي بصراحه. صحيح. بتشقى وبتساند بشكل كبير جدا اللعيبه الرجاله دول، فعلا اللعيبه رجاله. يعني بيحصل ضغوطات في اوقات غريبه الشكل، يا جماعه نصبر بس شويه، نصبر، لان احنا كمان عندنا حزمه من المباريات كل 3 ايام، فامور مش سهله. صحيح. فاللعيبه ديت جايه من السودان، نازله على اسوان، تتمرن التمرينه، وبعدين لعبت 90 دقيقة، يعني قصة أنا بسميهم الرحالة بصراحة، يعني حتى ما بيلحقوش يا عيني يستمتعوا بالمكسب، يستمتعوا بالفرح، تملي محطوطين لعيبة النادي الأهلي تحت ضغط، ودي سنة الحياة، هو النادي كده، نادي بطولات، 115 سنة دي مش كلام تتقال. صحيح. نادي القرن ده كلام ما بيتقالش كده ألقابه خلاص، لأ فعلا النادي الأهلي مؤسسة كبيرة جدا ومؤسسة رياضية على أعلى مستوى بالنسبة لآسيا وأفريقيا، وإحنا شفنا يعني في كل حتة زي ما أنت قلت يا إسلام، كل حتة النادي الأهلي بيروح عنده شعبية كبيرة جدا جدا من الجماهيرية. إحنا ما كناش بنبالغ لما قلنا 70 مليون و80 مليون، دي حقيقة، لأن عارف يا إسلام عايز أقول لك حاجة، الأجيال كلها اللي طالعة شايفة العلم الأحمر، شايفة البطولات، شايفة الإنجازات. صحيح. فأوريدي بيروح للبطل، يعني بيروح للبطل، فعشان كده احنا الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي كل ما الشعب المصري بيزيد مصلحه لينا احنا كمان الاهلي، حقيقي الاهلاويه بيزيد.